بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم متابعي بكم سبور وين ما كنتم. أخبار الترجي الرياضي التونسي اليوم الخميس 15 فبراير 2024، وإليكم أبرز العناوين. نحو إلغاء المباراة الودية ضد الاتحاد المنستيري وهذه الأسباب. خيارات عديدة في الهجوم وفرصة جديدة لبن حمودة. آخر التطورات في ملف تجديد العقود. أكثر تفاصيل باش تلقاوها معنا في الفيديو، تابعونا للآخر وما تنساوش دعم القناة خاصة الاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات باش يوصلكم كل جديد. تتواصل تحضيرات الفريق في مركب حسان بالخوجة وسط أجواء يسودها التفاؤل، ويقوم المدرب بعمل كبير لتجاوز النقائص وتجهيز الفريق على أكمل وجه. وكان من المفترض أن يختم التربص بمواجهة ودية أخيرة هذا السبت أمام الاتحاد المنستيري قبل أسبوع فقط من المباراة المنتظرة أمام النجم الساحلي في مجموعات رابطة الأبطال الإفريقية، ولكن حسب آخر الأخبار من الممكن إلغاء هذه المباراة بسبب رفض الاتحاد المنستيري خوض اللقاء في الحديقة وعدم توفر ملعب يزيد من فرضية عدم إجراء اللقاء، وربما يتم إجراء مباراة ودية ضد فريق آخر في انتظار التأكيد من إدارة الترجي. من جهة أخرى، أولى المدرب البرتغالي كارتوزو اهتمام كبير بالجانب الهجومي والتركيز بصفة خاصة على المهاجم محمد علي بن حمودة بعد أن أظهر استعدادا كبيرا في التربص الأخير في المغرب، وبعد رفض المدرب التفريط في بن حمودة لفريق الكويت الكويتي. إن شاء الله نشوف وجه جديد لبن حمودة في قادم الاستحقاقات، لأن الفريق في حاجة لكل اللاعبين في هذه الفترة الحساسة. لازم الدعم والتشجيع ولا شيء غير التشجيع. في موضوع آخر، مفاوضات مكثفة يجريها مسؤولي الترجي في الأيام القليلة الماضية من أجل حسم تجديد عقود 5 لاعبين دفعة واحدة، ووضعت إدارة الترجي في الحسابات تجديد عقود كل من غيلان الشعلالي ومعز بن شريفية وهاني عمام والظهير الأيسر محمد أمين بن حميدة. هذا وأشارت بعض الأخبار لوجود اتفاق مبدئي مع هاني عمام ومحمد أمين بن حميدة والحارس معز بن شريفية على التوقيع لموسمين على الأقل. هذا ويجري وضع اللمسات الأخيرة على العقود الجديدة تمهيدا للتوقيع في الوقت نفسه. النية تتجه للتفاوض مع غيلان الشعلالي للتجديد بنفس القيمة المالية الحالية لعقده ولمدة موسم واحد، والإبقاء عليها ضمن تشكيلة الفريق في ظل رغبة المدرب في الاعتماد والاستفادة من خبرات الشعلالي. أما عن الموضوع الذي أثار ردود أفعال عديدة، تجديد ياسين مرياح من عدمه أكدت مصادر مقربة أن إدارة الترجي ترفض تأجيل المفاوضات إلى نهاية الموسم، وهو ما طلبه اللاعب. إدارة مكش خطبت من مرياح حسم موقفه والإعلان عن المواصلة أو المغادرة، خاصة في وجود عرض مغري من فريق الكويتي. إذن متابعين الكرام، هذه أبرز الأخبار الخاصة بالترجي الرياضي التونسي. شكرا لكم على حسن المتابعة والانتباه، عشان نتقابلوا في فيديو جديد.